السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير جبنه الموتزاريلا اللي كتحضر في دقائق ومكونات بسيطه. كنحتاج فيها مكونين فقط، طبيعه الحال الحليب اللي خاص يكون كامل الدسم او الحليب البلدي، وخاصة ناخدوه من مصادر موثوقة ما يكونش مخلط بالماء باش تنجح معنا الوصفة. وكذلك كنحتاج ربع كأس ديال الخل. هنا استعملت الخل ديال حامض، يمكن لكم تستعملوا الخل عادي. كناخدو الحليب كنسخنوه حتى كيدفى، ومن بعد كنضيفوا ليه ربع كأس ديال الخل. ما كنخليوش الحليب تيسخن بزاف غير كيدفى، وكنضيفوا ليه نصف كأس ديال الخل، ربع كأس عفوا، وكنخلطوا العناصر جيدا بهذا الشكل. كيف كتلاحظوا كتشوفوا ان الجبن كيتعزل على الماء. كنحاول انني نجمعه في جهه واحده كيف كتشوفوا في الفيديو باش نكون واحد الكتله ديال الجبن. طريقه سهله وبسيطه وما كتاخذش نهائيا الوقت، وهاد الجبنه لذيذه بزاف وطبيعيه وصحيه لانها خاليه من المواد الحافظه. وبعض المرات كنعكسو اننا نمشيو نشريو الجبن، ومن احسن اننا نحضوه منزليا كيجي لذيذ وكيدوب. وفي الاخر الفيديو غنوريكم انه راه كيدوب دغيا. بعد ما جمعنا هاد الكتله هادي ديال الجبن كناخذوا شي صفاي ولا شي حاجه، وكنحاولوا اننا نضغطوا عليه مزيان حتى كيخرج منه كاع داك الماء. بعد ما جمعت هاد الكتله ديال الجبن الموتزاريلا كناخذ شي حاجه باش نصفي كاع داك الماء اللي كيتواجد بهذه الطريقه هادي. كنضغطوا عليه باش يخرج فيه كاع الماء اللي فيه. هذه مرحله مهمه خاصو يتعصر مزيان. وبعد ما عصرناه مزيان كنحصلوا على هذه القطعه ديال الجبن. كتشوفوا الملمس ديالها إلاستيك والملمس ديالها رطب جدا. وغنحاول نعصر ما امكن ديال الماء. كيف كتشوفوا ما غاديش يبان لكم زدت عصرت ديال الماء، ضروري نخرجوا كاع داك الزوائد ديال الماء. ومن بعد كنحطها في البلاستيك الغذائي وكندخلها للمجمد لمده ساعه او ساعتين حتى كتشد في راسها، حتى كنخرجوا بجبنه متماسكه. بعد ما خرجتها من المجمد كيف كتشوفوا حصلت شدات فراسها وحصلت على جبنه متماسكه، وكنحكها في الحكاكه بهذا الشكل هذا دغيا كتحك. ما كحصلوا على هذا الجبن سهل ولذيذ وطبيعي وما كياخذش لنا الوقت. بعد ما حكيتو غندير معكم تجربه واش غادي يذوب ولا لا. درت البيض حطيت فوق منه الجبن وغنخليه على النار. وبعد ما خليته على النار غتشوفوا كيفاش الجبنه ديالنا كتذوب، كتجي رائعه جدا. كتذوب بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. نتمنى يا ربي تعجبكم الوصفه وتجربوها في المنازل ديالكم. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه اول مره ما تنساوش انكم تشتركوا وتدعموني بلايكات ديالكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله.